السلام عليكم، مرحبا. اليوم جينا عند افريكا موتورز في اوتو هول باش نشوفوا لا مارك غاز. كنتو سولتوني عليها بزاف بزاف بزاف، وجينا اليوم باش نشوفوا الجديد ديالها وشنا هي الطوموبيل هذه، ونشوفوا فيها جوج انواع. راه كاينه كبيره بزاف كامله، وكاينه اللي قصيره، كاين 3 متر و 600 على ما اعتقد، وكاينه 3 متر. هذه فيها 3 متر، هذه هي الصغيره بالنسبه للناس اللي محتاجين شي حاجه كبيره بزاف. أوريكم الفرق بيناتهم هنايا. كنعاود نذكركم مع عاوتاني باش تدخلوا لليان وتريزيرفيو الطوموبيل ديالكم، ها هو اللي راه غتلقاوه في لي كومونتير، كاين في الاول اولا في الفوق فوق اللايف. طبعا يمكن لك تدخل ليه دابا اولا حتى يسالي اللايف، المهم افضل انك تشوف معلومات وتستفد اكثر عاد ديك الساعات تدخل. ها هو شوف كلشي كاين هنايا، الطابيه حتى هي حتى الصباغه، هضروا لي على الصباغه بانها صباغه جيده بزاف وكتمنع البراج اللي كيعاني منه بزاف الناس، لان فاش كيهزوا الثقل ولا شي حاجه كتبقى تحك داكشي كيضرب لي البراج، كيشكل مشكل في الطوموبيل هذه ولا الطوموبيل اون جينيرال اللي بحال هذه حيت كيخدموا بزاف. دونك يبقى لنا شويه هنا نشوفوها من هنا ونشوفوا الاخرى اختها اللي كبيره. هذه راه واخا صغيره راه حتى هي فيها نفس السيستم، فيها جوج روايد اللور حتى هي كذلك. ديروا لايك بارطاجيو هذا اللايف هذا باش يوصل بزاف ديال الناس. لي ماتيريا هنا كلهم زوينين، حتى هذا البلاستيك هذا راه صحيح ماشي عادي، حتى هادو اللي كيشدو كمثال السلعه وداكشي هنايا راه هما صحاح، البلاستيك تما صحيح، كلشي هادشي ماشي شي حاجه اللي يعني صراحه يعني داخلين المارشي داخلين بواحد القوه كبيره بزاف وزوينه. اوكي من الداخل راه خلاص راه تقريبا بحال كما قلت، بحال الاخرى حتى هي فيها كليما ليكرون حتى هي فيها ريغولاتور دو فيتاس، كلشي كاين ليسباس كاين عطا الله فين تحط داكشي ديالك، كلشي فيها مزيان. او لي فيتخ طبعا الكتريك، هاد القضيه مزيانه هادي في هادشي ديال فيتخ الكتريك، راه كامل داك المانيفيل كتبقى تدور فيه فر 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 وانت سايق. ودابا نشوفو كيفاش نديرو، نحلو الموتور ونشوفوه غادي يحلو بيد وحده ولا لا. بالنسبه للموتور كما قلت لكم، ها هو موتور 2.8 150 شوفو، ها هي الكامين مكتوبه هنايا دي امريكان. موتور واعر معروف في الدوج، الناس اللي يعرفوا الدوج ولا كاع داكشي ديال الدوج كرايزلر اللي كيستعملوا الرام دوج الرام بالضبط، هما كيستعملوا داكشي الثقل بيكوبات الكبار ديال امريكا، راه كاين عندهم بحال تقريبا هذا الموتور هذا او نفس التكنولوجي ديال هذا الموتور ديال الكامي. التكنولوجي زوينه بزاف وصباره وصحيحه، شوف راه كلشي في الموتور زوين، وحتى تنظن الموتور ما مخشيش بزاف في الكابين، يعني ما صعيبش في الخدمه ديالو، حيت تنشوف شحال من واحدين بحال هذه النوعيه ديال لي فون كتلقى الموتور داخل بزاف، تيكون حتى في الخدمه ديالو صعيبه، ولا غير باش تطلع عليه وتشوف كاع داكشي اللي فيه تيكون شويه صعيب. هنا الانمي هذاك اللي كيحمي من السخونيه باش ما يخليش السخونيه تطلع بزاف، ها هو حتى هو كاين تما كامل، كاين حتى هنا راه مزيان. اوكي خلينا نشوف دابا هادي كتبدا 22 مليون ونص، كتمشي 23 ونص اولا 23 ونص ديال المليون، صراحه ثمن منافس بزاف بالنسبه يعني للقوه ديال الموتور ديالها كلشي. ونعاود نذكر بان راه بيرمي صغير كوب اولا داكشي الصغير الاخر بياس، نعاود نذكر عاوتاني شحال محتويني على البياس، راه البياس موجود حيت كاين عند اوتو هول، اوتو هول راه كاينه في المغرب كامل وموجود عند البياس، واكدوا لي بانه اي بياسه في الطوموبيل هذه كامله كما بغات تكون كاينه، وحتى لما كانت غتكون سير كوموند بالزربه تجي، يعني في حاله بحال قلتي نفدات ولا شي حاجه. وما نظنش ان شي بياسه خاصه في الموتور، لان الموتور عندها صحيح بزاف واحد تونينا بالنسبه للموتور. عاود نذكر 2.8 لتر 150 شوفو موتور ديال ميريكان كامين، هو اللي كيكون في الدوج والرام بالضبط، وكيكون في هذاك الشيء موتور قوي بزاف كيفوت تقريبا مليون كيلومتر سون بروبليم. دخل لي في الانترنت شوف تقلب قلب على الكامين، ها هي مكتوبه هنايا كامين، دخل قلب عليها وغادي تشوف لانها يعني موتور صبار حربي. وماشي هذاك الشيء، نقول لك واحد الحاجه اخرى، هو انه تيعدلوه الناس تما في امريكا بحال دابا هذاك 150 شوفو كيخرجوا منه اكثر، كيخرجوا من 300-350 شوفو، وكيبقاو يديروا به السباقات وداكشي وكيصبر ليهم. حتى شي يوتيوبر انا متبعهم كيديروا نفس القضيه لهذا الكامين وكيشكروه بزاف. انا كنشتي هذا الموتور معروف، انا غير سمعته وهو بحال قلتي اكثر حاجه شجعتني
انني نجي نهضر على الطوموبيل هذه. اوكي كما قلت لكم بغيتوا تستافدوا بالضروره خصكم تدخلوا ليا او تريزيرفي وعمروا المعلومات ديالكم، راه ما تخافش راه ماشي غادي يعني الا ما عجبكش بحال كميه العرض راه ماشي ضروري غادي يزربوا عليك يدوا لك فلوس ولا شي حاجه، انما غتعمر وغادي تاخذ الطوموبيل ديالك في اقرب وقت. قصه فهمتي هذه مساله صراحه كبيره بزاف، والداخل ديالها هو زوين كله محمي. الطول فيها 2 متر، الوقفه كامله هكا راه 2 متر بزاف الناس كيسولوا، و 3 متر و 600 في الطول ديال هذه كامله. و هي الفان هاي الورقه الفيش تكنيك ديالها شي طويله، هي فيها 3631 ملم، هي 3 متر و 630 نيوتن متر، 150 شوفو 2.8، صراحه واعره. نفس الموتور تقريبا نفس كل شيء هو اللي كاين في حتى في الاخرى في البلاطو، نفس الموتور نفس كل شيء تقريبا نفس البلاتفورم غير كل وحده ولاش مشات، وحتى لي زوموتيسور ديالها راه مختلفين شويه ديك اللور على الاخرى مقارنه بالاخرى. هنايا نقولوا بان الموتور ديالها احسن بزاف، درسوهم مزيان وانها احسن بزاف من لي كونكيرون اللي كاينين دابا في المارشي، لا في الكونفور لا حتى في القدره التحمل في المده الطويله، حيت اهم حاجه هو انه تصبر معك الطوموبيل واحد المده طويله وهي كتهز لك السلعه وكتهز لك هذا الشيء كضرب معك تماره ان شاء الله وتكون بالربح عليكم. المهم انا اون جينيرال الطوموبيلات عجبوني بزاف، حتى الثمن ديالهم كما قلت مزيان بزاف ما غاليش يعني ماشي شي ثمن خيالي، خصوصا حتى لي زوبسيون اللي فيهم راه زوينين، يعني عندك لي كرون عندك الكليما عندك ريغاتور دو فيتاس، هو خصوصا الناس اللي كيضربوا الطريق بزاف في وسط الطرق او حتى في الطريق الوطني خاويه شي شويه ريغاتور دو فيتاس راه تيريح بزاف ديال كطريا ولا سانكيام ديالك، وخلي الطوموبيل تمشي بوحدها ديك الساعات حتى دوري الفولون صافي بلا ما تبرزط كسيري ولا شي حاجه، بغيتي تكسير غتكسيري من الفولون بغيتي دير اي حاجه راه كلشي متما فيتخ الكتريك، وحتى سميتو الريتروفيزور تاع هما الكتريك يعني بلا ما تبقى تخرج يديك من الشارجا مبقى تدفع تدفع وقول الاخر تا هو اللي هكا تحمر ركبت مع هادو خيقا تكون راكب انت تمايا تيقى يقول لك قد قد ديك المرايه معاك لا هبط شي الفوق ولا ديال التحت لا دير علاش داكشي، كلشي خصو يكون الكتريك كلشي خصو يكون ساهل كما قلت. الفان فيها دو فيرسيون دخلوا ريزيرفيو الفيرسيون اللي تناسبكم سواء 3 متر او 3 متر و 600 ولا ترونسبور سكولير سواء سكولير سواء بيرسونيل، قال لك راه غادي يجيبو غادي يجيبوهم يعني غير عمر وتسنى نهار غادي يجيو راه اول حاجه غيصنعوا عليك ديرو شوف شي حاجه اخرى. والصنع المغربي لا ماشي صنع مغربي صنع روسي صنع روسي، قال لي واحد رقم العجلات ها هما العجلات 185 على 75 في 16 بوس ها هما كامل المعلومات هنا تنظن يبانوا لك مزيان. هي الاولى باش تقول لكم باش تستافدوا وباش تستافدوا راه خصكم تدخلوا تعمروا في هذاك اللي باش تريزيرفيو غيكون احسن حاجه، وانا كتعمر في الليان اللي كاين في الكومونتير اولا كاين الفوق في اللايف، طبعا يمكن لك تنسى تسالي اللايف عاد تعمر اولا دخل دابا عمر عمر ما تخافش راه حتى حد ما غادي يجبرك، انا كتشري بزاف شحال من واحد كيخاف من التعمار ما عرفتش علاش هاد القضيه لاحظتها عندنا في مطافا شحال من كنحطوا شي حاجات اللي زوينين الناس اللي عمروا كيستافدوا ولكن ما كيدخلوش كيقول لك لا علاش نعمر انا غادي هذيك كذا راه والو غيهضر معكم من سير مره وحده ما بغيتيش راه ماشي قيبرزتك مره اخرى شحال من كيخاف من تبرزك قنعك راه احسن حاجه داكشي اللي بغينا حنايا حيت راه غتستافد خصوصا من هاد النوع من الشاحنات او السيارات ما عرفتش واش نقول واحد بيرمي صغير دابا بحال غتقول طوموبيل المهم فارغونيت والاخرى المهم فواتير اوتيليتير وصافي. شركه روسيه وي روسيه موتور امريكا واخا هو موتور امريكا مصنوع في الشينوا ولكن راه انت عارف كلشي في امريكا راه مصنوع في الشينوا دابا راه كلشي العالم كله مصنوع في الشينوا يعني واخا مكتوب فيه مادين شينوا وداكشي ولكن التكنولوجي وكلشي داكشي راه امريكي. الكامين كما قلت دخلوا اليوتيوب تفرجوا في دي فيديوهات ديال الكامين وسمعوا قصص ديال الكامين راه شي حاجه خياليه بالنسبه للديزل ديال الناس اللي كيهزوا الحمولات الثقيله وتضربوا تماره وكيمشيو بها يعني داكشي راه كيصبر راه كاين الناس اللي ضاربين فيه اكثر من مليون و 100000 ما عمرهم بدلوا بياسه فيه وتصبر، ولكن طبعا راه خصك دير كلشي في الوقت لونتروتيان ولا شي وي على ذكر هادشي حاجه اللي كنت نسيت بزاف هي الكارانتي فيها 5 سنين ديال الكارانتي و 150000 كيلومتر
150 الف كيلومتر، ماشي 100 الف كيلومتر كما كيديروا لي مارك اخرين، 150 الف كيلومتر وخمس سنين، يعني ضرب خمس سنين اولا 150 الف كيلومتر.